اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. انا اليوم حنفذ غرزه لاشيل. هيدي الغرزه كتير سهله، مألفه من طبقين او رقين، ما بعرف كل دوله شو بيقولوا فيها. هيدي الغرزه كتير سهله وكتير حلوه بالشغل وما انا صعبه ابدا. انا بديت، يعني انا لازم اشتغل، عم بشتغل على خيط صوف متوسط الفتلة وعلى سنارة 3.5. يعني انتو بتقدروا تشتغلوها على خيط قطن على سنارة نمرة 3، فيكن تشتغلوها بخيط اتخن شوي سنارة نمرة 5، ما في مشكلة ابدا. انتو حسب ذوقكم بنوعية الصوف او فتلة الخيط اللي انتو بتحبوا تشتغلوا فيه. انا حابدأ فيها. هنبدأ أول شيء، هأبدأ بأول دائرة، هأشتغل 20 غرزة سلسين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 وهيدي 20. هلا ال20 غرزة أنا لازم أوصلهم ببعض وأعملهم دائرة، حأوصلهم بغرزة منزلقة. هلا هاي الدائرة لازم أنا أعبيها مثل ما أني معبيهم. حأطلع بثلاث غرز سنسال، 1 2 3، وأشتغل 10 عواميد بلفة. هيدا 3 سلاسل عمود، 2 3 4 5 6 7 8 9، وهيدي وحدة 10. صار معي 10 عواميد. هلا لو الشغل شوي على بعض وبعدين بنظبطه، 10 عواميد بلفه. هلا لازم اشتغل 4 عواميد بلفتين. هلف خيط على السناره، عمود، 1 2، هيدا العمود الثاني، 2، هيدا العمود الثالث، 1 2، وهيدا العمود الرابع. اشتغلت 10 عواميد بلفة، 4 عواميد بلفتين. هلأ لازم اشتغل 4 عواميد بثلاث لفات، 1 2 3. هيدا اول عمود، 1 2 3، 1 2 3. هيدا تاني عمود، ارجع عيد، 1 2 3، هيدا تاني عمود. هلا حاشتغل التالت عمود، 1 2 3. انا عم عد اللفات حتى ما تضيعوا. واحد اثنين ثلاثة، وهيدا العمود الرابع. هلا لازم ارجع اطلع باربع عواميد بلفتين، 1 2، 1، هيدا اول عمود وهيدا تاني عمود وهيدا تالت عمود وهيدا رابع عمود. اوكي، هلا لازم اشتغل 10 عواميد بلفة واحدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هيدا عمود رقم 10. ليكو طلعت معي.
انا بادي بهيدي اول البداية. اوكي هلا انا خلصت اول دائرة، هلا لازم نعمل زيادة بالشغل اكيد. هلا حاشتغل 12 غرزة سلسال، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هلا حعد من هون، ببلش من عند الورقة اللي انا عملتها، بعد غرزة 2 3 4، بلف الخيط على السنارة. اول شي بلف الخيط على السنارة وبعد غرزة 2 3 4 وبشتغل عمود بلفة. بشتغل عمود بلفة اوكي. لك كيف صار عندي، برجع بشتغل غرزة 2 3 على اول الورقة، بشتغل عمود كمان بلفة. صار عندي هيدا الشكل، برجع بشتغل غرزة 2 3 بوسط الورقة، بشتغل عمود بلفة كمان، بشتغل 3 غرز سنسال، 1 2 3 على اخر الورقة، بشتغل عمود عمود بلفة. هلا انا لازم مثل ما زدت هون لازم زيد هون، في طريقتين للزيادة هون. اول طريقة بشتغل 3 غرز سنسال وبلف الخيط على السنارة عادي، وبدخل السنارة هون وبرد هدار الخيطين لورا وبعمل سنسال دغري، 1 2 3 وبرجع باخد هيدي مع هيدا الخيط اوكي، وبرجع بشتغل غرزة سنسال وبرجع مع بعض. كيف طلع عندي؟ برجع بشتغل 3 غرز سنسال بنفس الطريقة، بلف الخيط على السنارة، ابعد انا غرزة 2 بالتالتة هون، دخل السنارة اوكي شايفين، بمسك هدار الخيطين لورا وبشتغل غرزة 2 3، صار عندي سنسال. برجع باخد هدار 2 مع بعض اوكي، برجع بشتغل هيدي الغرزة واحدة وبرجع باخدهم مع بعض. هيدي اول طريقة نقدر نشتغلها عادي. هلا الطريقة التانية واللي هي اسهل مشان ما تضيعوا، بشتغل غرزة 2 3 4 5 6 وبلف الخيط على السنارة وبنزل لهون وبشتغل غرزة العمود اوكي. برجع بشتغل كمان نفس الشي 6 غرز سنسال، 1 2 3 4 5 6 وبلف الشغل وبشتغل هون، بعد عاد بالقلب انا 1 2 3، يعني تقريبا عدد تقدير بالوسط، بشتغل عمود بلفة اوكي. هيدي الطريقة اللي هي اسهل من هيديك. هلأ بشتغل عادي، بطلع ب6 غرز سنسال، 1 2 3 4 5 6 وبشتغل فوق كل عمود عمود، 1 2 3. واحد اثنين ثلاثة.
واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. كمان على التقدير بالوسط حاول. اوكي صار عندي هيدا الشكل. هلا انا حلف الشغل بهي الطريقة. هلا انا اول دور هلا لازم اسس لورقة تانية، بس باول الشغل بشتغل دور اتنين بس باول الشغل، يعني فوق هيدي الورقة بشتغل دورين، بس دورين حتى اسس للورقة التانية. بشتغل ثلاث غرز سنسال، واحد اتنين تلاتة، وبنتقل على هيدا العمود وبغرزة الحشو او غرزة منزلقة مثل ما انتو بتحبوا. وبشتغل بدي اسس لورقة جديدة مثل هيدي، وبشتغل عشرين غرزة سنسال، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش اتناش تلاتاش اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش تسعتاش عشرين. هلا لازم اقفل الشغل. اوكي مثل اول دائرة هقفل الشغل بغرزة منزلقة. صار عندي دائرة، هاطلع بثلاث غرز سنسال واشتغل عشر عواميد بلفة، واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هلا أربع عواميد بلفتين، واحد اثنين ثلاثة أربعة هلا لازم اشتغل اربع عواميد بثلاث لفات، واحد اثنين ثلاثة. هيدا اول عمود وهيدا ثاني عمود، عمود بثلاث لفات، يعني انا بلف الخيط على السنارة ثلاث مرات، واحد اثنين ثلاثة، وهيدا اخر عمود. هلا هارجع هيك هاشتغل عمودين اربع عواميد عفوا بلفتين، اثنين ثلاثة، هيدا واحد اربعة. هلا لازم اشتغل عشر عواميد بلفة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وهيدي وحدة عشرة. اوكي هلا صار معنا. هلا لازم ثبتها لهيدي الورقة. كيف حثبتها؟ انا عاملة برجع على اول غرزة اللي انا اشتغلت ثلاث غرز، لاحظوا
اشتغلت 3 غرز سنسال وانتقلت على هيدا العمود. هلأ لازم ثبت الورقة فيه. بدخل السنارة اوكي بغرزات الحشو، بنتقل على الوسط. نحنا شغلينا هيدي الورقة على هيدا العمود، كمان بشتغل 3 غرز سنسال وبقلب بدخل السنارة بالوسط وعلى هيدا العمود اللي انا شغل عليه هي الورقة، بدخل السنارة كمان وبشتغل بغرزة الحشو، برجع غرزة سنتين ثلاثة وعلى اخر الورقة اوكي على اخر الورقة بهيدا العمود كمان مع بعضهم بشتغلهم بغرزات الحشو اوكي. هلا هيدا كله بعدين ما رح يبين، يعني هول ما ببينه. بشتغل غرزة تنتين ثلاثة وعلى هيدي غرزة حشو، لان انا ما رح اعمل عليها ورقة هان بالوسط. 1 2 3 كمان غرزة حشو، 1 2 3. هلأ على هيدي قبل اخر غرزة قبل اخر عمود بشتغل غرزة حشو وبشتغل 20 غرزة سنسال، 1 2 4 5 6 7 اشتغلت 20 غرزة سنسال. هلأ لازم اجمع الشغل بغرزة منزلقة وبطلع ب3 غرز سنسال وبشتغل 10 عواميد بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كمان هشتغل 4 عواميد بلفتين، 1 2 هيدا 3 هيدا 4. هلا لازم اشتغل 4 عواميد ب3 لفات، 1 2 3 هيدا 1 4 وبرجع بكمل الشغل 4 عواميد بلفتين، 10 عواميد بلفة واحدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هيدي 11. اوكي هلا لازم ثبت انا هيدي الورقة مثل ما ثبتت هي. اوكي هلا هي ما حاشتغل عليها، انا حاشتغل على هيدا العمود. انا عملت عليه الورقة، في هيدا العمود فاضي، هيدا العمود تبع هاي الورقة ما بشتغل عليه شيء. لازم نثبت الورقة على العمود هيدا. هدخل السنارة وبغرزات الحشو،
اوكي برجع بشتغل ثلاث غرز سنسال، وعلى الوسط لعند اوكي على العمود اللي اشتغلنا فيه ثبتني هلا الورقة، برجع بشتغل ثلاث غرز سنسال على اخر الورقة واخر الغرزة اللي نحنا تركناها، منشك السنارة ومنشتغل غرزة الحشو. نحنا ثبتناها لهيدي الورقة. هلأ لازم انا زيت كمان بنفس الطريقة اللي انا زيتت فيها اول مرة، بشتغل غرزة تنتين تلاتة 12 غرزة سنسال، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اوكي 12 غرزة. ابعد 1 2 3 4 بالاربعة بلف الخيط على السنارة وبشتغل عمود عادي، برجع ثلاث غرز سنسال على اول واحدة بشتغل عمود بلفة، كمان ثلاث غرز سنسال وعلى الوسط بشتغل عمود بلفة، 1 2 3 كمان بشتغل، يعني على كل عمود انا عم بشتغل على عمود، كل عمود عم بشتغل عليه عمود. ليكو كيف طالع، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 صرنا على الأخير، واشتغل عمود بلفة. هلا أنا مثل ما قلت لازم زيد على هيدي الميلة مثل ما زدت على هاي الميلة، مثل ما قلت لكم الطريقة الأسهل، بشتغل 6 غرز سنسال، 1 2 3 4 5 6 وبنزل لهون وبشتغل غرزة العمود في لفة، برجع بطلع 1 2 3 4 5 6 وبيجي لهون كمان غرزة العمود بلفة. هيك كيف طلع معي. هلا لازم اسس لدور جديد واشتغل 1 2 3 4 5 6 الست غرز هني 3 غرز عمود و3 غرز سنسال، هاشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 هلا نحن كل ما طلعنا دور حتزيد عندي ورقة مثل هدول، كل ما طلعنا حيزيد عندي ورقة بس مثل هدول. يعني انا هلا حكمل الدور 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 هاشتغل اوكي. هلا لازم اشتغل بعد دور، بشتغل 1 2 3 4 5 6 انا مثل ما قلت لكم هن 3 غرز عمود و3 غرز سنسال، وبشتغل فوق كل عمود عمود
واحد اتنين وبيناتهم تلات غراس سنسال. هكمل الدور ونرجع. هلأ أنا خلصت تلات أدوار لازم أسس لورقة جديدة. أنا قلت هون بنشتغل بس دورين، يعني دور اتنين ومنأسس ورقة. هلأ بقيت الشغل بنشتغل تلات أدوار ومنأسس الورقة، واحد اتنين تلاتة. ليش قلت تلات أدوار؟ لأنه إذا رحنا دور هيك لازم نرجع دور، ناخد دور هيك ونرجع لهون، لأنه بدنا نأسس الورقة على وش الشغل، ما بنقدر نأسسها من ورا من هون، لأنه تطلع غلط وبيطلع شكلها مش مزبوط. يعني هلا أنا اشتغلت تلات أدوار، يعني عدوا مشان ما تضيعوا أكتر، بنعد العواميد، عمود اتنين تلاتة، يعني أنا اشتغلت تلات أدوار، لازم أسس ورقة. هلا بكل الشغل بس أول الورقة بنشتغل عمود اتنين ومنأسس ورقة، بقية الشغل بنشتغل دور اتنين تلاتة ومنأسس ورقة. مثل ما قلت لكم نحن أنا هلا حأسس ورقة، ما بأسس الورقة على هيدا العمود، لازم انتقل على هيدا العمود وبأسس الورقة، لأنه حيطلع عندي ورقة هون. هلا هشرح لكم على هي. أنا قلت لكم لازم يزيد عندي بكل دور ورقة، عفوا. هلا لازم أسس ورقة هون على الطرف، ورقة بالوسط، ورقة على الطرف التاني، أوكي. هلا مثل ما قلت أنا بنأسس، ما بنأسس الورقة على هيدا العمود، بنأسسها على هيدا العمود. العمود اللي فوق هيدي دغري، فوق الورقة دغري ما بنشتغله، لأنه حنأسس ورقة بالفراغ. لاحظوا الفراغ اللي بين الورقة والورقة، لازم يكون عمود اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمسة عواميد، أوكي. هلا هو هون لازم يكون خمسة، بقية الأدوار لازم يكون ستة. لحظة، أوكي، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، صح. لازم يكون بقية الأدوار بين الورقة والورقة ست أدوار. هلا أنا هأسس الورقة هون، الورقة المباشرة في عمود اتنين تلاتة ما بيتأسس عليها، بيتأسس على هالورقة. بنرجع هالورقة ما بنأسس عليها، بنأسس على الطرف. هاشتغل تلات غرز سنسال، واحد اتنين تلاتة، وبنتقل على العمود التاني وبغرزة الحشو، وبطلع عشرين غرزة سنسال، أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداش اتناش تلاتاش أربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش تسعتاش عشرين، اوكي. لازم أعمل اقفل، دائرة بغرزة منزلقة، وبطلع بثلاث غرز سنسال، وبشتغل عشر عواميد بلفة واحدة وأربعة بلفتين وأربعة بثلاث لفات، تلاتة أربعة. هكمل وبرجع. انا اشتغلت عشر عواميد بلفة، هلا هشتغل اربع عواميد بلفتين، واحد اثنين اثنين ثلاثة اربعة خمس، عفوا اربع عواميد بلفتين. هلا لازم اشتغل اربع عواميد بثلاث لفات، واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة، هيدا تاني عمود، هيدا تالت عمود، واحد اتنين تلاتة، وهيدا رابع عمود. هلا حارجع الدورة التانية وبشتغل أربع عواميد بلفتين، واحد اتنين تلاتة
انا عم اشتغل 4 عواميد بلفتين، صرت بالعمود رقم 4، وهلا هاشتغل 10 عواميد بلفة واحدة، هكملهم وبنرجع. انا خلصت للورقة، هلا لازم ثبتها مثل ما قلت، بنرجع على الاول على العمود اللي انا تركته، بشتغل غرزة الحشو. اوكي، ثبتها للورقة، برجع بشتغل غرزة 2 3، وعلى الوسط هيدا العمود بغرزة الحشو او غرزة منزلقة حسب ما انتو تحبوا. 1 2 3، هلا على الورقة من هون كمان، وبشوف العمود اللي وراها دغري، بشتغلهم مع بعض. اوكي، وبشتغل 3 غرز سلسل، 1 2 3، وغرزات حشو. لاحظوا انه انا فوق هيدي الورقة ما عملت، لانه ما في مسافة. اوكي، لازم يكون في مسافة 6 عواميد حتى اقدر اعمل ورقة تاني. هلا بشتغل كمان 1 2 3، 3 غرز بغرزة الحشو فوق العمود. لاحظوا 1 2 3. هلا هون لازم اسس ورقة، لان في مسافة بين هيدي الورقة والورقة اللي بدي اسسها، في مسافة حوالي 6 عواميد. اوكي، لاحظوا هلا هون فيني اسس ورقة، بشتغل 20 غرزة سلسال، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، وبلف الخيط وبجمع الشغل. اوكي، هون وبطلع ب3 غرز سلسال. انا هعبي الدائرة بدون التصوير، وبنرجع بنشوف كيف حنثبتها بالدور هيدا. اوكي، انا خلصتها للورقة، هلا لازم شوف كيف بدنا نثبتها. هي ما بتضيع ابدا، يعني عنا هيدا عمود الوسط، في عمود على الطرف من هون وعمود على الطرف من هون، بنثبت الورقة بالعمود او بالورقة، عفوا بالعمود، غرزة الحشو لحي انا شغلة عليها غرزة حشو. اوكي، ما بتضيع ابدا، غرزة من هون وغرزة من هون والعمود اللي بالوسط. هدخل السنارة بغرزة بشتغل بغرزة حشو، برجع بشتغل غرزة 2 3، وعلى الوسط اوكي لحي بجمعها بالعمود، برجع بشتغل غرزة 2 3. ما بتضيع ابدا، يعني في 3 عواميد من ورا لازم نجمع فين الوردة، عفوا الورقة، 3 عواميد من ورا لازم نجمع فين الورقة، نجمع الطرف الورقة من هون ووسطها والطرف التاني. هلا بشتغل 3 غرز سنسال، وبشتغل بغرزة الحشو. اكيد انا فوق هيدي الورقة ما حأسس ورقة، انا قلت بكل دور لازم تزيد عندي بس ورقة واحدة. اوكي، بكل ورقة بكل دور لازم يزيد عندي ورقة واحدة. فوق هيدي الورقة ما حأسس، انا مثل ما قلت ما في مسافة، لازم انتقل لهون واسس ورقة قبل اخر غرزة، قبل اخر عمود. 1 2 3 4، عفوا لازم يكون 3 غرز سنسال، 1 2 3، غرزة الحشو، 1 2 3، غرزة الحشو. اوكي، هلا انا لازم اسس ورقة قبل العمود الاخير، بشتغل 20 غرزة، عبي الورقة وبرجع لكم. انا خلصت للورقة،
لازم كمان هلا ثبتها مثل ما قلت، بنتقل على العمود بغرزة الحشو وبشتغل 3 غرز سنسال على الوسط بالعمود هيدا، اوكي، وبرجع 3 غرز سنسال على اخر الغرزة واخر عمود بالشغل، كمان بشتغل بغرزة الحشو. هلأ مباشرة بعد ما بخلص انا الورقة دغري بنعمل الزيادة، بشتغل 12 غرزة سنسال، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وبعد 1 2 3 بالرابعة بشتغل عمود بلفة وبشتغل غرزة 2 3 وببلش اشتغل فوق كل عمود، عفوا غلطت بالعدد انا بعتقد، نرجع منعد 1 2 3 4 بالرابعة بشتغل عمود بلفة، اوكي، انا بعد من ميلة الشغل 1 2 3 وهلأ منبلش نشتغل فوق كل عمود عمود بيناتهم 3 غرز سنسال، 1 2 3 1 2 3 هلا انا عم بشتغل حتى اوصل لكم لعند كيف بدنا نزيد 1 2 3. انا قلت لك نقيت اهين طريقة للزيادة لانه هيديك كتير بتلبك، عم بشتغل فوق كل عمود عمود بينيتون 3 غرز سنسال، اوكي، واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واخر واحدة، اوكي، مثل ما قلت لكم لازم نزيد نحنا هون مثل ما زدت هون، بشتغل اول شي حتى كسركن 1 2 3 هني هدول عمود، برجع بشتغل 1 2 3 هني الغرزة السنسال وبلف الخيط على السنارة وبنزل لهون بشتغل عمود، اوكي، هيدي اسهل من الطريقة اللي كانت يعني هديك. هلا برجع بطلع غرزة 2 3 وبرجع بشتغل غرزة 2 3 صاروا 6 وبلف الخيط على السنارة وبشتغل عمود بلفة، اوكي، صار عندي زيادة مثل هيدي، اوكي. هلا بشتغل 3 ادوار، يعني بشتغل مثل ما قلت انا هون 1 2 3 وبأسس دور جديد، لازم بكل دور تزيد عندي ورقة بس. ان شاء الله اكون وصلت الفكرة مزبوط، بتمنى اذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا له لايك وتشتركوا بالقناة، على امل اللقاء بتنفيذ غرزة جديدة وقطعة جديدة ان شاء الله.